يسبونا؟ حيرونا. وين؟ البربرية للكل في المنطقة الغربية. هذا اليوم هو اليوم الأول في تاريخ الشعب الفلسطيني، في تاريخ احتلال الأراضي الفلسطينية، يبدأ تحرير جزء من فلسطين، وتمثل هذا التحرير بخروج المستوطنين قبل فترة قصيرة، واليوم يخرج الجيش الإسرائيلي وينزل أعلامه ويغادر وطننا في غزة وإلى الأبد. وبعد ذلك أمامنا الضفة الغربية. الضفة الغربية وغزة جزء الوطن المرتبطان مع بعضهما البعض، وبالتالي لابد أن نعمل على بناء الممر الآمن أولا، ثم أن يكون مصير الضفة الغربية مرتبطا بغزة.